العيد قرب والسؤالات على اللحم الهلوش بدأت تكثر، خاصة للناس اللي تشكي من ارتفاع الكوليسترول، وإلا اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، وإلا تشكي من لاسيدوريك. هو صحيح اللحم الهلوش فيه الكوليسترول، لكن مش هو سبب في ظهور أمراض القلب والشرايين. نذكر اللي أمراض القلب والليبرتونسيون واللاسيدوريك هذو من يجين أكثر من مشكل مقاومة الأنسولين كو في ماكلة اللحم حد ذاته. مقاومة الأنسولين هي استهلاك المواد اللي فيها النشويات والسكريات واللي تطلع نسبة الأنسولين، وتكون معناتها عندها انعكاسات سلبية وخاصة الالتهابات في الجسم. دونك إذا كان ناكلوا اللحم مع الخضرة بالطبيعة باش يكون متوازن، ما فما حتى إشكالية. دونك اللي عنده ارتفاع ضغط الدم راهو ماهوش قاعد ياكل في كمية متاع خضرة كافية، بما أنه الخضر فيهم البوتاسيوم، والبوتاسيوم مضاد لارتفاع ضغط الدم.